يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للشهادة. كانوا قبل يحكيوا على إنسان معروف على الأخر، واللي هو توماس إديسون، صاحب 1300 اختراع. يمكن احنا تويكا في الصالة اللي هنا اللي قاعدين وكل شيء، أبار لمبيب متاع الضوء وفهم برشة حاجات أخرى، هي كان وراها وسبب في وجودها توماس إديسون. وراء القصة متاعه امرأة عظيمة وعظيمة القدر والشان على الأخر. وفات توماس وقت اللي كان صغير، المكتب متاعه بعثوا جواب لأمه وقالوا لها: ميسيس نانسي، راهو ولدك خايب على الاخر، وراهو هايج برشا، وراهو غبي بدرجه كبيره برشا، فخليه عندك في الدار وما عادش تجيبهولنا. امه كي قرات الجواب هذاك، هو وقتها روح للدار مدلها الجواب وقالها: امي هاو الجواب اللي مدهولك المكتب نتاعي، ومش عارف شنو موجود في وسطه. فامه كي حلت الجواب وقرات الكلام هذاك بدات تبكي. غزرلها قالها: شنو اللي موجود فيه؟ قالت له: فات انا نبكي تويك على خاطر قريت في الجواب مكتوب راهو ولدك ذكي على الاخر وعبقري بدرجه كبيره على الاخر، فخليه بحذك في الدار وقريه انت، كبروا انت وعلموا انت. ومشيت الحكايه كيف نهكا. يمشي يا زمان ويجا يا زمان. جا نهار من نهارات توماس إديسون بعد ما توفت امه الله يرحمها، دخل البيت وقعد يفركس بين الاوراق اللي هي حطتهم، فطاح بالورقه هذيا بالجواب اللي جا من المدرسه نتاعو، فقال كلمته المعروفه: ام عبقريه صنعت من غبي عبقري. فلهنا تشوف قديش قيمه الام في انها تصنع الصغير نتاعها. يقول لك: العمر ماض فأكرم والديك به، والأم أولى بإكرام وإحسان. أنا واحد من الناس يمكن كان تويكا فيك ليزيموسيون اللي موجودة تو كل شيء، أكل لي نطلب سماح من أمي قداش من مرة تعبتها وقداش من مرة خليتها كي تتقلق مني وكل شيء، ما نعرف اللي تعبها ما مشيش راح. ونفرح كي نشوف هكا أحمد ونشوف مروان ونشوف ليدا ونشوفك أنت طارق ونشوف برشا عباد نجحت ووصلت وقاعدة تكمل باش توصل اللي تحب عليه، نفرح برشا خاطر نعرف اللي وراهم إنسانة عظيمة. حط البو على جنب، البو عنده قيمته، لكن الأم والله ثم والله عندها قيمة ما أكبر برشا في صناعة الشخص نتاعنا. راهو يمشي الزمان ولا يطول، أنا واحد من الناس كي فقدت بابا راهو أمي كانت حاجة أخرى. أمي تعبت على خاطرنا، أمي مرضاتش باش إنها تبدأ حياتها من أول جديد رغم إنه حقها. علاش؟ قالت: نحب نكبر صغاري ونحب نردهم أحسن ما توجد في الدنيا هذي. الأم راهي قد ما تقول في الدنيا هذي فما رحمة، راهي رحمة الأم وحدها، وتجي بعد رحمة ربي الكبيرة اللي باش نلقاها في الآخرة. فدعوة لكل إنسان يسمع فينا تو، ومني أنا في حد ذاتي هكا، نطلب السماح من أمي في أي حاجة خايبة عملتها معها، ونقولها: تهنى، راهو ولدك وصل اللي باش يحب عليه وباش يوصل يكمل اللي يحب عليه، غراس توا، خاطر هي اللي بالحق صنعتني. بابا صنعني في جانب فكري، اما امي صنعت فيا القوه. والله استمديت منها القوه بصفه غريبه على الاخر. كي نشوف امراه ضعيفه الحال تواجه في الدنيا راسها وحدها، قل الحمد لله اللي عندي ام كيف هذيك، وراهو تعرف الام قوتها في صغارها. كي نشوف احمد، كي نشوف مروان، وكي نشوفكم الكل، نعرف قيمه الام اللي موجوده وراك الانسان هذاك. فتحيه لاي ام صنعت من ولدها راجل ومن بنتها امراه، تحية لهم، وإن شاء الله يسامحونا كلهم في كل تقصير منا إحنا، وربي يفضلهمنا باش إننا نصنعوا جيل آخر كبير وقوي وناجح.